بس في دعوة للناس اللي ورا لو قدروا يطلعوا قدام يبقى كويس. هنتكلم عن موضوع شوية غير مألوف، كنت أتمنى أعضده بأعداد كتابية أكتر، بس يعني ما كانش الوقت بيسعفني قوي. هو الموضوع عن الاعتذار والاحترام. الاعتذار والاحترام. أغير المايك. لا برا خالص، برا خالص. معلش هو في مشكلة بس فنية، ممكن يكون الباوربوينت مش ظاهر قصادكم، أنا هحاول أشرح من عندي. أول حاجة محتاج أتكلم فيها، هل الموضوع يخصني؟ الحقيقة يخصنا جميعا لأكتر من سبب، هحاول أقرأ اللي أنا كنت محضره وأقول لكم مع بعض كده، هنتناقش مع بعض. جميعنا نخطئ ونتسبب أحيانا بأذى الغير، وقد نتألم نتيجة شعور بالذنب. لو انت غلطت في حد وجالك شعور بانك كنت المفروض تتاسف او اجلت الاسف، اعتقد يبقى الموضوع هيهمك. لو انت حد غلط فيك واتاذيت نفسيا ان ما هو ما عملش اي اعتبار لعشره او محبه او معرفه وجيت اتاسف لك، اعتقد الموضوع هيهمك. في المقابل نتعرض للاساءه فنغضب ونحتد وتصدر عنا ردات فعل تؤثر في سلامة صحتنا النفسية وعلاقتنا بالآخرين. في بعض الأحيان علاقتنا بالآخرين ممكن تضطرب وتتأذى بسبب غلطة الآخر فيا، وبالتالي الموضوع هيهمك. في الحالتين ننشد حلا يعيد إلينا التوازن ويخلصنا من ضغوطات المشاعر السلبية. في الحالتين أنت مشاعرك هتكون متضايق. لو أنت غلطت في حد ولسه عندك حساسية انك اذيت حد ومحتاج تقوم وتعتذر له، او انت حد اذاك ومتضايق ومستني يجي يعتذر لك او يشعر بالغلط اللي هو غلطه فيك. هل الاعتذار صعب؟ الاعتذار في بعض الاحيان بيكون صعب جدا. في قرارة انفسنا نعلم جيدا ان الحل يكمن بكلمة اعتذار نبع من القلب يقابلها شعور مماثل بالغفران، إلا أننا غالبا ما نجد صعوبة في اعتماد هذا الحل لكبرياء في النفس أو لرواسب أحقاد تمنعنا من الاعتراف بالخطأ أو مسامحة مرتكبيه. ممكن أشعر بأن أنا غلطان وما يكونش عندي الجراءة الكافية أن أنا أروح أعتذر. جاي ثقافتنا ما خلينا نشعر بأن أنا لو اعتذرت أبقى أنا صغرت في عينين نفسي وربما في عينين الآخرين. الموضوع يروح لوحده من غير ما اضطر اعتذر، فأجل الاعتذار أو أحاول أشوف أي وسيلة أخرى غير أن أنا أعتذر. هل فقد الاعتذار معناه؟ يعني ممكن مع الوقت الاعتذار يفقد معناه؟ جدا. في بعض الأحيان بياخد شكل بروتوكولي اجتماعي، غلطت طب أنا آسف خلاص إيه المشكلة. الحقيقه ده برضو ما يمثلش اعتذار فعلي، لان احنا قلنا الاعتذار الفعلي بيصاحبه مشاعر، وحتى ملامحي وانا بعتذر بيبان اذا كان في صدق في المشاعر بان انا بعتذر وانا حاسس بندم ولا مجرد بروتوكول اجتماعي. مع الوقت اتخذ مبدا الاعتذار طابع مجامله او لباقه، فاحتلت كلمة أنا آسف مركز الصدارة في قاموس العلاقات البشرية لمفعولها الفوري المزدوج في تهدئة خواطر واستعادة اطمئنان. هذه العبارة البسيطة وإن عجزت أحيانا عن محو آثار جرح ناجم عن إساءة، فهي على الأقل قادرة على التحكم بالآلام الناتجة عن هذا الجرح وتخفيفه، مما يسمح بالتئامه التدريجي. يعني فرض أن أنا
مش حاسس بجرم الغلط اللي انا عملته، بس حاسس بأذى الآخر، مش المفترض ان انا اتكبر واروح اعتذر له. يعني حتى لو انا مش حاسس بمدى اللي انا عملته كغلط، ممكن مع الوقت اكتشف، النقاش هيخليني اكتشف، بس انا شايف من خلال نظراتي للآخر قد ايه هو متأذي من اللي انا عملته، حتى لو انا مش مكتشف انا عملت ايه للدرجة دي. اعتذر وناقشه، جايز يكون في حاجة غايبة عنك يعني هو شايفها بشكل مختلف. النقاش مهم. رأي المتخصصين في الاعتذار: عندما يتعرض أحدنا للإساءة يشعر وكأنه مهدد أو مجرد من الاعتبار، فينتاب شعور بالنقص، ولتغطية هذه المشاعر يتدفق في جسمه هرمون الكورتيزون. أنا مش طبيب للأسف، فمش عارف أساعدكم أوي في الحتة دي، بس يعني المقال اللي انا كنت قريت منها الجزء دوت يعني جايب لكم الحته دي. بيفرز جسمه هرمون الكورتيزون فيتوتر ويغضب وتسيطر على مشاعره العدائيه، بيكون عنده شويه شعور انه عايز يدافع عن نفسه او يؤذي الاخر زي ما هو اذاه، وهي مشاعر تسبب ارتفاع ضغط دم وزياده معدل تنفس ودقات قلب، وتدفع هذه المشاعر صاحبها الى العزله والمرض. لحظيا بعد ما يكون حد اذاني وانا ما عرفتش ادافع عن نفسي او ما عرفتش انتقم او خلافه، بعتقد كلنا عاصرنا اللحظه دي، بيجي لي شعور ان انا عايز اخد جنب شويه. ربما بيختلف برضو من الرجال للسيدات، في نظري الرجال يميلوا لحته ان هم يقعدوا فتره صمت بعديها، السيدات اعتقد يميلوا اكتر لان الحد اللي يطبطب عليهم ويحاول يواسيهم اكتر. ربما يكون برضو الجزء النفسي مختلف طبعا كتكوين. مشاعر الطرف المخطئ من جهة أخرى قد ثبت أن مسبب الإساءة يعاني عموما من نفس الصراع وإن كان بشكل مختلف، فالشعور بالخجل والذنب ده لو هو أصلا شخص أدرك خطأه أو شخص حساس نسبيا لأنه هو أذى الغير. أشكرك. الشعور بالخجل والذنب والندم يشعل فيه نار تنغص عليه حياته وتتسبب أحيانا باكتئابه ومرضه، وهو أيضا يرغب بالقيام بخطوة إيجابية تحرره من عبء مشاعره الهدامة وتعيد إليه التوازن والاحترام النفس. بهذا تبرز عبارة أنا آسف كحل سحري يعيد الأمور لنصابها، ده في الطرفين، يعني اللي الطرفين بيتأذوا، اللي غلط والشخص اللي اتغلط فيه، كليهما بيعانوا وان كان باشكال مختلفه. حاضر. هل الاعتذار الشكلي كافي؟ بلاش اقرا نص عشان الناس تحس ان انا انتراكتف اكتر معاكم. حاضر. هحاول قدر المستطاع عشان بس نتناقش ونوصل لبعض الحلول. كنا قلنا من شويه ان انا حتى لو مش شاعر بضخامه اللي انا عملته كغلطه، بس عندي حساسيه اني مش حابب حد يغلط فيا، يغلط يعني يتاثر بسببي، اسف، ممكن اعتذر له واستفسر منه عن ليه زعل بالحجم ده. انا مدرك ان انا ممكن اكون غلطت في كذا، بس ليه زعلت بالشكل ده؟ بالمناسبه طبعا ردود فعل الشخص اللي انا اخطات ليه في حقه او خلافه بتوسع او بتقل، بتكبر او تصغر بحسب درجه العلاقه اللي بيننا. لو شخص غريب غلط فيا غلطه ونفس الغلطه تمت من حد قريب، زوج، زوجه، ابن، ابنه، حد من القرايب او الاحباب او الاصدقاء، اعتقد مفعولها بيكون او ردود افعالها بتكون اقوى كتير. ف الاعتذار التقليدي كذلك برضو مش هيكون مؤثر. يعني إذا كان غلطتي في حد غريب أثرها كان صغير، وغلطتي في حد قريب أو قريب قوي أثرها كان كبير، الاعتذار للشخص البعيد حتى لو اعتذار شكله تقليدي ممكن يكون مؤثر. لكن نفس الاعتذار التقليدي لو حاولت أعتذره للصديق أو لحبيب لو غلطت فيه، ما أعتقدش أنه يكون مؤثر. لازم يكون في ما يعضده من ان الكلام ده مش هيتكرر تاني،
زي ما قلت لكم الملامح حتى والشكل، وانا بعتذر بيكون مبين اذا كان ده اعتذار فعلي ولا مجرد اعتذار شكلي بروتوكولي، بيبان جدا. حتى لو انت حسيت ان الاعتذار شكله تقليدي او بروتوكولي او مجرد اعتذار شكلي، اعتذر. في تعليق صغير على مثلا الكلمه بتاعت العشر دقائق قبل ما اتكلم، انا كان الخادمه بتقول حاجه ظريفه قوي، ان الواحد لازم يراجع نفسه لو كان بيخدم ومش حاسس بان الهدف من الخدمه هدف مظبوط. هل الحل اسيب الخدمه؟ اكيد لا، مش كده؟ يعني اقصد ما تعالجش حاجه غلط بغلطه. من الطبيعي ان انا احاول اشوف فين العنصر اللي فيه الغلط وهو ده اللي احاول اصححه. فتيله مدخنه لا تطفئ. يعني انا بفرض ان انا اكتشفت ان انا بخدم عشان اكون تابو، اكتشفت ان انا بخدم عشان اكون مش فاكر التايتل، نجم شباك بالظبط كده، مش الحل ان اسيب الخدمه، اعالج النقط اللي تخليني ما اشعرش هذا الشعور. كذلك برضو الشخص اللي هو حاسس ان الاعتذار اللي انا بعتذره بقالي فتره اعتذار تقليدي بروتوكولي، مش اعتذار بجد، مش حاسس باي مشاعر ندم، زي بالظبط اللي بيتوب وحاسس للاسف من كتر تكراره لنفس الخطيه في الاعتراف ان انا بعترف اعتراف تقليدي، ابطل اعتراف، اعترف وشوف ايه اللي يخليه مش اعتراف تقليدي، اعتذر وشوف ايه الحاجه اللي تخليه مش اعتذار تقليدي. حاول تشوف سبب اصلا الحاجات اللي تخليك تعتذر كتير، ممكن تكون بتغلط كتير، طب شوف ايه الحاجات الغلط دي وما تعملهاش بدل ما تتضايق من حته الاعتذار. ساعات كتير بتكون المشكله ان احنا ما تعودناش في مرحله الطفوله او في مرحله التنشئه على الاعتذار. انا شفت في بيتي مثلا، مش بتكلم عليا انا، انا اقصد يعني في حد شاف في بيته مثلا ماما او بابا او اخواتي اللي يغلط فيهم في التاني استحاله يعتذر، نوع من انواع الكبرياء ان انا استحاله اعتذر، الموضوع هيروح لوحده، اعتذر ليه؟ ربما هطلع احس ان ده سلوك سوي وهو مش كده. معظم مشاكلنا بتيجي على فكره مرحله التنشئه او الطفوله. وميزه بما ان احنا كلنا خدام ان احنا ننشئ اولادنا في مدارس الاحد اعدادي ثانوي في السن الصغيره على ان هو يعتذر. انا بشوف دلوقتي في بعض الفيديوهات حتى بتاعت التعليميه بتاعت الاطفال في قنوات اطفال بيعلموهم ان كلمه سوري كلمه كويسه جدا، في اغاني اطفال، اغاني انجلش اطفال بيعلموهم كلمه سوري دي حاجه ممتازه. فربما حته الاعتذار لو علمناها لاولادنا واحنا صغيرين، من وهم صغيرين، هتفرق كتير ان هم يدركوا اهميتها من غير ما يحس ان هم بيفقدوا كرامتهم لو اعتذر. لو الطفل رفض انا بعمل قصاده، انا مش بطلبه. بصوا يا جماعه، افضل وسيله للتعليم القدوه، اعمل كده. ممكن تكون حتى تمثيليه، مفيش مشكله، اتنين خدام جنب بعض يعملوا سيناريو كده قصاد الاولاد، وده يعني يزق ده يعمل حاجه يقول له انا اسف ما كنتش اقصد، انا كنت اقصد كذا. مره الثانيه الثالثه، الطفل شاف الكلام ده بيتكرر في اكتر من موقف، خلاص بقت الموضوع سهل. انما في الاخر التعليم بالنظري، او وقت ما يكون هو اللي غلطان اقول له اعتذر ولازم تعتذر وهو ما شافنيش ولا مره وانا بعتذر، ما اعتقدش ان ده وسيله تعليم نافع. معالم الاعتذار المقبول: اعطاء تفسيرات توضح النوايا السليمه وراء الخطا المرتكب، وتقديم اعتذار مقرون بشعور بالندم. زي ما قلنا، يعني في الاخر لو انا عايز اعتذر واعتذاري ما يكونش اعتذار مجرد مراسيم اجتماعيه وشعارات كده وهتافات وحاجات زي كده، اعتقد ملامحك واسلوبك في تقديم الاعتذار هيبان، بالاضافه ان انت كمان عشان تؤكد انك على الاقل شغلت بالك ولو شويه قبل ما تروح تعتذر، فند الخطوات اللي خلتك تكتشف انك غلطان فعلا في الموقف ده. اشرح كده انت ايه الحاجه اللي حسيتك انك فعلا كنت غلطان في الموقف ده،
حتى الآخر يشعر بمصداقية إن أنت اديت وقت للموضوع تفكر فيه. الاعتراف بالمسؤولية الكاملة من دون إلقاء جزء من المسؤولية على الآخر، يعني ساعات وإحنا بنعتذر نقول له بس أنت برضه بصراحة كنت غريب قوي في الموقف الفلاني، ما أنا ليا حق أغلط فيك. أكني رايح أعتذر وأنا رجل قدام ورجل ورا، رايح أعتذر بس أنت كمان المفروض على فكرة المفروض تعتذر لي. أنت غلطان زي ما أنا غلطان، مفيش حد أحسن من حد. فهو اعتذار برضه للأسف كده يشوبه إن هو ما فيهوش شعور فعلا بإن أنا غلطان على الأقل في الجزء بتاعي. خلي اعتذارك الطرف الآخر نابع منه، لو هو عايز يعتذر خليها تيجي منه، بلاش انت تحس تقول له انت المفروض تعتذر، يعني مش احسن حاجة بالمناسبة الاقتحام ده. من الافضل اعتماد اسلوب المزاح والمهادنة مع الابتعاد عن الغضب والجدل العقيم. يعني ممكن ساعات اقول له ايه، لا تعال نتناقش ونشوف مين غلطان، انت عملت كذا رحت انا عملت كذا، انت قلت رحت انا قلت. اللي رايح يعتذر لو حاول يحل الموضوع باللوجيك، الساعات بيكون الموضوع محتاج مشاعر، محتاج احاسيس تتصلح اكتر منها لوجيك يتصلح. حتى لو اللوجيك بتاع الاخر مثلا او المنطق بتاع الاخر في حكم الحكم على الموقف مش احسن حكم، لكن ساعات بيكون الموضوع يتخطى مرحلة ان انا بتكلم على المنطق ايه، انا عايز اسوي علاقات. العاطفة يا جماعة ساعات بنهملها ونفكر فقط بالعقل، مش بالضرورة تكون الدنيا بتمشي كده. في حال عدم التمكن من تصحيح خطأ، من الأفضل تضمين اعتذار وعد صادق بعدم تكرار ما حصل. يعني لو أنا غلطت غلطة لا يمكن تصحيحها، يعني في غلطات الاعتذار ممكن يصحبه إن أنا خلاص سحبت اللي أنا كنت هعمله، خلاص الموضوع خلص. يعني موضع الخلاف او المشكله اللي حصلت كنت انا هعمل حاجه معينه خلاص رجعت فيها مش هعملها، فيبقى الاعتذار جاي معاه تصحيح. انما لو الاعتذار ما ينفعش يكون معاه تصحيح لان اللي اتعمل اتعمل خلاص، حاجه غلطت فيها وما ينفعش ارجع فيها، على الاقل يكون تاكد ان الكلام ده مش هيحصل تاني، انا فعلا ادركت الغلطه اللي انا عملتها. في بعض المؤشرات غير الصحيه في الاعتذار، عدم الاعتذار قد يكون بسبب كبرياء وتعالي، قلناها في اول الموضوع خالص انني ممكن يكون حاسس بان الاعتذار تقليل من كرامتي، تقليل من شأني، انا كبير العيله واخويا الصغير غلط فيا اروح انا اعتذر له، لا كبيره ده انا الاب وهو ابني انا غلطت فيه صحيح بس هو اللي يعني المفروض يستوعب انا الاب اعتذر له. ساعات كتير كده بيكون فيها حته يعني مش قابل مش 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 متقبل فكره ان انا تبدا من ناحيتي الاعتذار، او لو لقيت مقاطعه من الطرف الثاني جت من عنده. ساعات بنستسهل قطع العلاقات عندنا للاسف الحته دي، يعني ممكن يكون عندي مشكله في ان انا اتقبل ان علاقه تتكسر وللابد وما سعاش لتصحيحها، هو اللي اتقمص مش عارف ايه السبب خلاص خليه، في حين ان ممكن ابذل مجهود شويه على قدر طاقتكم وسلموا جميع الناس من الايات الكتابيه المثيره، على قدر طاقتكم اللي ما تعرفوش لغايه فين، ما تعرفوش سقفها فين. حد يعرف طاقته لغايه فين؟ ساعات كتير احنا بندعي ونقول انا طاقتي كده، الحقيقه لا في شويه كمان بس انت مش عارف، او بتدعي ان دي اخر طاقتك بس ممكن تدي شويه كمان. على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس، اللي هي في الاخر المطالب ان احنا مطالبين نكون في ملء قامه المسيح، يعني ننمو الى ملء قامه المسيح، فملء طاقتنا دي او قدر طاقتكم اعتقد لسه فيها شويه. راقب نفسك لو الاعتذار اعتذار متكرر، يبقى معناها ان انا فعلا ربما يا اما بكرر خطا معين اكتر من مره، يا اما في اخطاء متنوعه نتيجه تهور او تسرع، يعني بغلط كتير. فوقتها مش معناها ان العلاج ان انا ابطل الاعتذار، اعتذر في كل مره، بس لازم افكر بقى في ازاي ما يبقاش معدل الاعتذار بالشكل ده بان انا اقلل اخطائي. ساعات ان انا احاول ما اعتذرش نتيجه صورتي السيئه عن نفسي. انا كده كده صورتي مشوهه عند فلان، هعتذر له مثلا هكبر في نظره، فاهمين يا اقصد ايه؟
يعني ممكن يكون عدم الاعتذار عكس بقى الكبرياء، نتيجة صغر نفسي زيادة. أنا كده كده الاعتذار مش هيحسن صورتي عند فلان، مش هيغير منظوره عني، منظوره عني للأسف وحش خالص. فأنا منظوري الذاتي عن نفسي مأساوي، لدرجة إن أنا مش قادر يعني أحس إن ممكن الآخر يعني يقدر أو يقيم أي حاجة كويسة ممكن أعملها حتى لو كانت اعتذار. طيب الشق الثاني من الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه الاحترام. احنا اتكلمنا على الاعتذار كتير، الاحترام يعني ربطنا شوية في الدخلة اللي فاتت دي. الاحترام شقين، احترامي لذاتي واحترامي للآخرين، احترامي لخصوصية الآخرين، احترامي لقيمة الآخر، احترامي لوقته لصحته لحاجات كتير. بس الأول أتكلم عن نفسي أنا. أنا ممكن تكون المشكلة الأساسية في علاقتي بالآخر عدم احترامي أنا لذاتي. معودنيش وأنا صغير أقيم وقتي وإني أحترم وقتي وإن أنا أعمل دايما شيء نافع عشان وقتي ده ثمين. لو وقتي دايما في بلاي ستيشن، في لعب، في جيمز، في جري، في هري، في أي حاجة، أنا ما حسش بقيمة وقتي. هو مجرد وقت للأسف عديم القيمة بقضيه بأي شكل أبتسم فيه، أكون مبسوط مع أصحابي وقرايبي، بس الحقيقة وقت ملوش قيمة. ربما لو الأهالي عودوا أطفالهم إن قيمة الوقت في إن أنا أعمل شيء يفرح الآخر وضربوهم عملي على ده، ياخدوا الطفل من صغره ويروحوا يزوروا الخال، الخالة، العم، العمة، المريض، فالولد يحس بقيمة زيارة المريض من خلال أهله، وإن الوقت اللي مش كله لعب وهزار وهري، وإنه يخصصه الحاجة حتى لو شكلها مش ممتع بالنسبة له بس هتفرح الآخر، دي حاجة ليها قيمة. أعتقد هيفهم مع الوقت قيمة وقته. لو عودنا الأطفال على القراية وحسسناهم إن القراية ممكن تخليهم قادرين على استيعاب حاجات ممكن تكون أكبر من سنهم، وده مش مزعج، إن أنا أكون فاهم وواعي لحاجات كتيرة في التكنولوجيا وفي العلم، هم فاهمين ان الدراسة معناها امتحانات، معناها حاجات غلسة، حاجات مش ظريفة مستنينها فقط عشان الدراسة. اول ما يخلصوا الدراسة لو حد قال لهم كتاب اكنه بيعاقبهم، انما لو هم حسوا ان قيمة الطفل قيمته الذاتية ممكن تيجي عن طريق ان هو ينمي معرفته بالكتاب المقدس مثلا ويقروا معاه، يعني اعتقد هيبقى القراية مش عقاب، القراية مش عشان امتحان، القراية عشان زيادة حكمة، القراية عشان المعرفة، لأن المعرفة أفضل من الجهل، كما أن النور خير من الظلمة زي ما سفر الجامعة كان بيقول. إن كنت لا تقدر نفسك وتدرك أهمية وقتك وترتيب أولوياتك فمن ترى سوف يقدرك أو يحترم وقتك؟ الطفل اللي هو ما تعودش يحترم وقته أو إمكانياته ويوظفها صح عشان زي ما هو بيفرح ويستمتع يحس بأن الآخر مبسوط بأن هو بيقضي وقته بشكل معين يفرح بيه اللي حواليه، هيكبر برضو أناني، هيكبر يشوف إيه الحاجة اللي تبسطني أنا ما يهمنيش الآخر. ديفيد أنا كان عندي سؤال بخصوص نقطة الدراسة، لما حضرتك قلت إن أنا أحسسهم إن قيمتهم تيجي من إن هو يقرأ وينمي معلوماته، بس هو الفكرة في المدرسة، في المدارس عامة هو بتبقى كأنها منافسة، ان هو انت يعني ممكن تتفهم ان انت معناه ان قيمتك في درجاتك، ان انت لو ما جبتش درجه كويسه يبقى انت قيمتك مش كويسه، فممكن تقلب بالعكس، ممكن يعني اولياء امور تبقى فاهمه كده. وابسط مثال لما يجي امتحان مثلا يقول لك طب يعني صاحبك جايب اعلى منك ليه؟ فكره المقارنه. مفيش مانع ان انا اشجع اولادي يكونوا متفوقين دراسيا وجايبين درجات كويسه، ده مش على فكره مش حاجه غلط. انا بتكلم دلوقتي على الفتره اللي مفيش دراسه، يعمل ايه؟ اهرب من الكتب،
انا فاكر احد العلماء بس مش ذهني مش سايفني الاسم، كان بيقول كده ان انا كان والدي من وانا في سن صغيره جدا جايب لي مرجع كبير جدا موسوع، يعني حاجه 900 صفحه 1000 صفحه كده، وكان فيه كل يوم معلومه، يعني معلومات مستقله، وكان قبل ما ينام كل يوم زي حدوته قبل النوم يفتح له الكتاب ده ويقرا له معلومه علميه قبل ما ينام. مش بالضروره اكلمه في الذره وفي الحاجات المعقده، مش هدف هعقد الطفل، لا انا عايز اقول له ان في الاخر كل يوم لما تحاول تسعى لانك تعرف معلومه جديده دي حاجه تضيف لك قيمه، مش الدرجه بتاعت الامتحان فقط اللي هتجيب لك قيمه، وان كان حاجه كويسه وهتأهلك إن شاء الله في المستقبل إنك تكون في منصب حلو وتشغل وظيفة محترمة، كل الكلام ده حلو، ما عنديش اعتراض عليه، لكن الأولاد ما بيبصوش في كتاب إلا في وقت الدراسة. ده لمصلحة مين؟ ربما يكون أنا اللي ما حسستهمش بقيمة الوقت بتاع الصيف. دي غلطتي أنا بقى. إذا كان في مجهود بيبذل في أثناء الدراسة إن هو يكون مجتهد دراسيًا، طب بعد الدراسة؟ احنا اللي ما حسسناش بقيمه المعرفه خارج الدراسه، فالولد بيطلع وبيبقى في اعداد خدام حتى، وللاسف مستوياتهم ضعيفه جدا في معرفه الكتاب المقدس او العقيده او الطقس او اي حاجه. ففي الاخر بالنسبه لهم جايز عشان ما فيش امتحانات في الحاجات دي ما بيدرسوهاش، جايز عشان تقصيرنا احنا ان احنا حسسناهم بقيمه الكلام ده او قيمه وقتهم عامه ان هو ما بيبقاش كله ضايع في لعب. دي غلطتنا احنا، المفروض نعتذر عنه. شكرا. لا تقطع علاقتك بشخصيات متعبة، اتكلمنا عنها من شوية. ساعات أنا بستسهل وأول ما ألاقي إن في علاقة متعبة أسهل قرار أخده يقطع العلاقة أو خليها تقف لوحدها. أنا ما ساعدتش إن هو تقف العلاقة بيني وبينه، ده هو اللي حاسس إن هو بيتلكك، ولما ضايقته في مرة واحدة قطع وخلاص الموضوع خلص. طب سعيك انت يعني ربما سعي ان انا اصلح علاقات مش بس مفيد للاخر، بيكون مفيد لي انا كمان لسلامتي النفسية. اتفضل. لو انا علاقتي انا موقفاها فعلا علشان مثلا انا بتعب نفسيا مع الشخص ده والشخصية دي، فانا فعلا خلاص انا قطعت علاقه معاها، بس اللي هو صباح الخير صباح النور او كده، يعني ده صح ولا غلط؟ بس انا يعني ممكن تكون انت مش قادر تتعامل مع الشخص ده. لو العلاقه في حدود صباح الخير صباح النور والحاجات التقليديه البسيطه ستيل اسلم شويه من المقاطعه. يعني في ناس ممكن يكون وشها في وشك ويعمل نفسه مش شايفك ويعدي، اكيد عينتوا شخصيات زي كده، او ربما احنا عملنا للاسف الغلطه دي في وقت من الاوقات. ما اعتقدش ان ده حاجه من الحكمه خالص. يعني مش عايز احملكم فوق طاقتكم، يعني اعتبروا كده القديس يوحنا الدرجي او كتاب سلم الدرجة، يعني هو في الاخر اعتبروا ان الفضائل درجات كتيره، وانتوا كل واحد بحسب الدرجه اللي يعرف يوصل لها. ما اقدرش اقول لك اعملي كذا اكنه فرمان، مين فينا يقدر يفهم كتالوج البشر غير ربنا؟ فاعتبري ان الكتالوج ده مع ربنا فقط، وانت في كلامك مع ربنا بقى هو يقول لك الانسب للكتالوج. بس يعني ما اقدرش اقول الموضوع بشكل واحد اتنين تلاتة اعمل كذا، كل واحد بحسب طاقته وبحسب ما ربنا مديله. المهم ان احنا ما بيبقاش اسهل حاجة عندنا ان احنا نقاطع نفصل علاقات، بفرض ان الخلاف الحاد ده مع ابويا او امي او اخويا هتبرى منه هجري بره البيت؟ اعتقد من الحكمة ان انا الحاجات دي اعبر منها بسلام، يعني احاول يعني اتقبل ان انا اصحح مشاكل مش ان انا المشاكل تهدلي علاقات. واذا كنت فاكر ان الطرف الاخر طرف متعب في علاقه فتاكد انك طرف متعب جدا في علاقه ما بينك وبين ربنا. انا اسف التعبير، يعني مين فينا مش طرف متعب في علاقه ما بينه وبين ربنا؟ يعني لو في علاقه ما بيني وبين ربنا اصلا، العلاقه دي لو في طرف فيها متعب هيكون مين؟
ومع ذلك ربنا مستحملنا وبيصبر علينا شوية وما بنعتذرش غالبا وبنقول معلش هو لوحده هيفهم ان احنا غلطانين بس هيعدها لنا. مش عايز اطول عليكم، انا كان نفسي يعني نستفيد في الموضوع اكتر ونتناقش اكتر، بس يعني عشان ضيق الوقت لو حد عنده اي سؤال انا تحت امره. في حد عنده اي سؤال؟ اشكركم جدا واسف لو طولت عليكم. شكرا.